اذا كنت بتستخدمه كوقايه مثلا ونومك ما في شيء استخدمه مثلا مع الغداء، ولكن اذا عندك مشاكل بالنوم استخدمه قبل النوم. عرفت شلون؟ الحين انت وصرتوا اذكياء بعد ما شاء الله عليك، من الفيتامينات اللي تذوب بالدهون، يعني الافضل يكون معاها دهون. اذا كنت تتناوله بالغداء اوريدي الغداء يعني يفضل يكون في زبدة أو زيت زيتون، ممتاز تغدى وخذ فيتامين دال. ولكن إذا تعاني من مشاكل بالنوم اخذ الفيتامين دال واخذ ملعقة يا زيت جوز الهند أو زيت زيتون البكر الممتاز، عساس تضمن أنه راح يمتص بالدهون. أوكي، الحين كثير من المتابعين سواء رجال أو نساء يمكن شخص يسأل نفسه، زين أنا وايد أسمع عن فيتامين دال، طبعا الله سبحانه وتعالى حاطه بالشمس لنا والشمس تطلع كل يوم يعني ضروري، ولا لا في خلق شون، انزين ابي احس ان جسمي فيه فيتامين دال، يا اخي ابي احس بنتائجه وايد اسمع عنه انا فيتامين دال فيتامين دال، ابي تثبت لي يا ابو ضاري او عطني اي شيء، ابي احس انه هذا تاثير فيتامين دال. الحين عرفت، راح اقول لك ركز معي. تتذكرون لما تسوون تان او تتشمسون او تطلعون كشتة مثلا اذا الجو صار زين، شفت حزة الظهر او حزة العصر، شفت لما تنسدح ودك تقفي والثاوب، هني تكون بجسمك فيتامين دال من الشمس، لان فيتامين دال في موجات الفا، ايه اللي تسوي لك النعاس والقفوة. عرفتوا الحين؟